نصحى من النوم نروح نعبي ميه في دار بنلاقي الدار طوال تحت الشمس، نرجع نقعد اكثر من ساعتين. نتعب كثير يعني لما نصف الدار بصير الناس يهاجموا بدهم يعبوا قبلينا وزي هيك بصير نتقاتل معاه. لما نروح بنجر الكار بالعافية. كمان بعدين لما نروح وتطفو تخلص المي بنعبي مية طحة. بنروح نضطر ان نجيب مية بحر للجلي وللغسيل. بيستحملوا مية البحر بتحمموا هناك وبيجي بقزازة ابو لتر يديروها على حالهم مية حلوة وخلاص. نفسي تخلص الحرب ونبطل نعبي مي ونروق على بيوتنا.